قدمت لأني في خيط الدايركتومي كانت الأولى، كانت 2014. وقتها قدموا 12,000 مشترك ونقوا من بينات 500. أنا كنت بين 500 وحتى كنت بين 10 الأوائل اللي أخدوا أعلى ترقيم نيكود. فعرضوا اسمي على مستشفى، على شركة مينا حيفا وعلى عميدار، والآخر فوت على عميدار. لما فوت على عميدار أنا كنت نائبة فعالة كتير. بأول سنتين من عملي هناك تعرف علي الطاقم اللي بعمل بهيئة الشركات الحكومية، عبدي رشوة خبرات، وكتير أعجب بمهنيتي وأسلوب عملي. فبعد بسنتين توجه لي المدير العام لهيئة الشركات الحكومية من هي رشوة خبرات، وطلب مني أكون عضوة بلجنتين. اللجنة الأولى بعتها لي سبوق خبرات ومشلتيات، اللي هي اللجنة لترقيم الشركات الحكومية، والبعدات الثانية بعدالي بخنات شفيون ازدمنيات لخلصيات شنوط لتفكيدات دايركتور وخبرات مشلتيات، اللي هي عمليا بحثت كيف ممكن نعمل تمثيل أكتر لفئات بالمجالس الإدارة للشركات الحكومية. وكان وقت الحكي عن فئة اليهود المتدينين الخارديم والإثيوبيين. بشركة عميدار أنا كنت كتير فعالة، فكنت شابة روش بعدات كسفين وهشكعات شركة المال والاستثمار، شابة روش قد مشال تأجدي. هاي كنت بأغلب اللجان، لجنة المراقبة، البكورة، الاستراتيجية، وكنت بالبعدها لقيتور منكال الخبرة، اللجنة اللي بتبحث عن مدير عام لشركة عميدار. بعد ما خلصت 3 سنين بعميدار عرضوا اسمي على شركة الكهرباء. بتذكر وقتها حكيت مع ميرا مينز اللي كانت النائبة بتاعت مدير هيئة الشركات الحكومية، بقولها بس ميرا أنا بعرف إنه في نائب عربي بشركة الكهرباء، فما أظنش الوزير رح يقبل يمدع كمان نائب عربي. فأجت قالت لي منى، إحنا عم نعرض اسمك مش لأنك عربية إنما لأنك مهنية. وبالفعل وصلني تعيين لشركة الكهرباء. وبتذكر أول لقاء لي مع مدير مجلس النواب تاع شركة الكهرباء يفتح رونتا اللي بيعرف الاسم. وقتها بأول لقاء قال لي إذا ما زال يشلي، أنا إنسان محظوظ. بقول له ليه؟ بقول لي أنت 3 نواب نائبة واحدة، أنت كمان امرأة وكمان عربية وكمان عندك مخيوط فينانسي، إنه أنا مختصة بإدارة إدارة الأموال. فكمان شركة الكهرباء كنت كتير فعالة، كنت هناك كمان يشابة روش بعد التكسيف نور سيكونيم، لجنة الميزانيات والمخاطر، وكل البعض تقريبا بكورة استراتيجية بتوخسكي تجمول ضغوط كسبيين. والحقيقة انه شركة الكهرباء اكتسبت خبرة كتير كبيرة. احنا عم نحكي على اكبر شركة حكومية بالبلاد، وبالفترة اللي كنت فيها مرقت ريفورما، اكبر ريفورما بتاريخ البلاد، فرطت يتصور الخشمال. وانا كنت عامل مؤثر كثير باتخاذات القرارات اللي اتخذت بهذا المجال. بالسنه الاخيره لما كنت بشركه الكهرباء طلعت مناقصه اللي كان يدوروا على نواب لمجلس بنك ديسكونت، فقدمت للمناقصه. كانت هاي مكونه من مراحل كثيره، مراحل طويله، وقدرت اتخطى كل مراحل. طبعا قدموا معي كثير من الناس اللي هن صاحبين كفاءات وخبره كبيره. فوصلت لاخر مرحله ونجحت فيها، وفكرت انه هيك خلص تعينت نائبه بمجلس ديسكونت. تبرر لي انه عمليا اللجنه هاي هي بتعطي 4 اسماء لهيئه الاداره العامه تاعت البنك ديسكونت اللي بسموها اسيفه كلاليت، وعمليا خبر الاسيفه كلاليت اني بنقوا 3 من الـ4. للأسف شانسي ما كانش كتير منيح، لأنه 3 اللي كانوا معي هني كانوا عمليا نواب اللي كانوا موجودين بمجلس ديسكونت، وطلبوا أن يتعينوا لفترة زيادة إضافية. وحسب القانون بيقدر النائب يضل لحد 9 سنين، وواحد منهم كان رئيس مجلس النواب اللي طبيعي أنه راح يكمل. فأكيد كان في عندهم أفضلية عندي لأنهم كانوا موجودين بالمجلس وعندهم خبرة بالبنوك، اللي أنا فش عندي خبرة بالبنوك، فما انتخبونيش. ولكن بعد فترة كانوا يدوروا بنك مركنتيل هو تابع لبنك ديسكونت، فاللي بعين النواب هو المجلس النواب تاع بنك ديسكونت. فهني سمعوا اسمي وعرفوني،
فلما كانوا يدوروا على نائب لمركانتيل عرضوا علي، وهيك صار الاشي. بشركة الكهرباء خلصت 3 سنين واعطوني تمديد لكمان 3 سنين، بس حسب القانون ممنوع اكون انا بالمحلين هدول، لازم اختار واحد، لان شركة الكهرباء بنعد بسموها ممنوع شنيكو في مرقالي مش معطيهم. شركة الكهرباء هي شركة كتير كبيرة بالبلاد، ومركنتيل هو جوف فينانسي، فمنوع في 2، فاخترت مركنتيل وتنزلت عن شركة الكهرباء. يعني عن أهمية الانضمام إلى منتخب أعضاء مجلس إدارة الشركات الحكومية، قديش إمكانية، قديش عربي يفوتوا ويفوتوا على القائمة بتاعت النفخرت، لأنه إحنا مكون 20% من سكان هاي الدولة، فكتير مهم أن يكون لنا صوت ويكون لنا دور في الشركات الحكومية. بالآخر هاي الشركات هي لها تأثير علينا وعلى حياتنا اليومية، إن كان شركة الكهرباء، إن كان شركات المياه، إن كان الركابة وغيرها وغيرها. فعشان هيك كتير مهم أنه إحنا يكون لنا جزء فعال باتخاذ القرارات اللي بتصير بهاي المجالس. شغلة تانية بدي أقولها، كيف إحنا كلنا بنعرف إحنا فرص العمل لمراكز ذات مناصب عليا قليلة عنا إحنا بالوسط العربي، فلما الواحد بيكون منصب عن الشكل فهو بتعرف على كتير ناس اللي هي عندها خبرة وهي بمراكز عالية، اللي منها ممكن نتوصل نعرف على مناصب شاغرة اللي ممكن نقدم لها وننجح فيها. هل برأيك منتخب أعضاء مجلس إدارة الشركات الحكومية يفتح اليوم الباب لمن كان مغلقا أمامه؟ الجواب أكيد نعم. أنا أكبر مثال على هذا الإشي، أنا امرأة عربية من الشمال، قبل 8 سنين ما كنتش أحلم أن أكون نائب بمجلس إدارة لشركة حكومية، بدون أدنى شك أنه نفخرت مع القانون اللي بنص أنه في لازم كل شركة حكومية يكون في عندها تمثيل لنائب عربي، هدول الاثنين مع بعض هن اللي جابوني لهذا المحل وفتحوا لي هذا العالم. من غيرهن ما كنتش بحلم أن أفوت على أن أكون نائبة في مجلس إدارة حكومي. بعدين كتير شغلة مهمة نعرفها، أنه عمليا العرب بهاي بالنفخرت هن عبرين بتنافسوا بيناتهم بين بعضهم، احنا بتنافسش مع المجتمع اليهودي، وهي نقطة مهمة، لأنه احنا للأسف اليوم بعدنا ما نقدرش نتنافس معهم، مش لأنه احنا أقل منهم وفشلنا إمكانيات ولا فشلنا مهارات، لا، بس زي ما ذكرت من قبل فرص العمل إلنا أن يكون عندنا خبرة بوظائف ذات أماكن عادة تفكيرين بخيرين فش هن هاي كتير. فهاي الشغلة مهمة، إنه إحنا بنتدارس بيناتنا بين حالنا على أسس متساوية ومهنية، فأكيد منا حدا رح يوصل زي ما أنا وصلت، في أكيد كمان غيري اللي هني يمكن من أكفأ منه وصلوا لهاي المناصب وصلوا أعلى من هيك. فعشان هيك الجواب هو أكيد نعم، النفخرت هي فرصة ذهبية للمجتمع العربي، ولازم ننتهزها عشان كيف قلت انه يكون لنا صوت ونأثر في المجالس الإدارة الحكومية. اليوم كل واحد عمره 25 سنة ومعه شهادة أكاديمية لقب أول في مجالات معينة بيقدر يقدم للنفخرات. طبعا كل الشروط موجودة بموقع هيئة الشركات الحكومية رشوت خبرات، فمفضل الواحد يفوت على الموقع ويشوف شو هي الشروط. هاي المرة راح يختاروا 1000 واحد، بينما بالنفخرات الأولى اختاروا بس 500، فراح يكون في أمل أكبر لعدد أكبر من الناس. بعدين فتحوا المجال لأكثر من اختصاص بسموه بروفيل، في بروفيل فينانسي، في مشبطي، في هندسي، في تشتيات، بتقني تكنولوجيا، في أكثر من مجال، فهيك ممكن يفسح المجال لأكثر ناس إنهن يفوتوا ويكونوا موجودين بهاي القائمة. نعم، ما هي الكلمة التي توجهها للمشاهدين ومشاهدات قناة هلا وموقع بانيت؟ أنا بتوجه لكل شخص عربي اللي هو عنده هاي المواصفات اللي مطلوبة لنفخرت إنه يقدم، لأنه زي ما حكيت إحنا كتير مهم إنه يكون لنا صوت ويكون لنا جزء فعال بهاي المجالس الشركات الحكومية. وبعدين هاي فرصة ذهبية زي ما قلت، الفرصة هاي بيجيش كل يوم، لازم نستغلها مش بس للمجلس، هذا كمان لفرص ممكن تكون لمحلات تانية ومناصب تانية نشغلها. وبهاي الفرصة كمان بدي أقول كمان للنواب الموجودين بالبرلمان، نواب العرب والحكومة، إنه زي ما صار في قانون إنه بجبر الشركات الحكومية إنه يكون في تمثيل لنائب بالمجالس تاعت الشركات الحكومية،
اجى الوقت انه كمان يكون في تمثيل للشركات، للوظائف ذات المناصب العليا الموجوده بالشركات الحكوميه، عشان المجتمع العربي يكون يفوت اكثر ويكون له تاثير اكثر على اتخاذ القرارات وينخرط اكثر بالمجتمع ككل. وبالنجاح للجميع.